اليوم انت مثل ما يقولون اجيت على الجرح، جرح العراقيين بالكامل. اليوم انا من محافظة النجف، اخوك علي العامري على راسي، نشكو الى الله حزن العراقيين على الدمار اللي حل بهذا البلد. طبعا اشرح لك باختصار جديد انه موضوع الدمار اللي حل بالنجف، الاعتداء على المناطق الخضراء بالكامل بحجة الاستثمار. وأنا هذا اللي حاب أسولف وياك وأخذ من عندك معلومات أكثر. سولف لي عن هذا الموضوع أكثر، إيش عندك من معلومات عنه؟ شنو اللي صار بالنجف؟ طبعاً إحنا نعرف سياسة الاستثمار بكل الدول، شخص يجي يريد يستثمر أمواله يروح إلى مناطق خاوية، مناطق ترابية، مناطق صح بعيدة عن المدن، عن أحسن. حتى هذا الرجل من يريد يستثمر بصورة صحيحة يحييه للمنطقة. بالضبط. إحنا كل الاستثمارات في محافظة النجف لسوء الإدارة ولفساد المسؤول ولتجاوز الأحزاب السياسية الفاسدة على هذا الموضوع، شكو منطقة خضراء أو متنفس للعائلة النجفية تم التجاوز عليه وأخذه بالقوة. راح اضرب لك مثال، عندنا حزام اخضر. شلون بالقوه؟ فهمني شلون بالقوه. بالقوه غصبا على مدير الدائره اللي هو مهندس بسيط ما تابع لاي جهه، غصبا على مدير التخطيط العمراني لا يصير. اي ليش؟ لان اكو محافظ ادى رغبه معينه، اكو رئيس حزب ادى رغبه معينه، طيب اكو مسؤول ثقيل الى رغبه معينه. فبيمن توقع، انا حضرب لك مثال. فضل. مستشفى الحياه في حي العداله بالنجف الاشرف. طيب. هذا المهندس الشريف تابع الى بلديه النجف، قال هاي منطقه سكنيه ممنوع يصير بيها مستشفى اهليه. ليش؟ لان هاي تلوث للبيئه، حرق للمواد المستلزمات الطبيه، فما تصير. وهاي بنص البيوت. بالضبط. محافظ النجف لؤي الياسري قام بنقل هذا المهندس، يشهد الله أنا ما أعرف هذا الولد ولا عندي علاقة به، بس من نسمع مهندس بلدية النجف أنا بس يلعبون بطوبة. بس خلاص أسألك سؤال، عارض هذا الموضوع.